السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم الأستاذ علاء الدين من بلاتفورم أجيت فهم أكاديمي. في هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نتكلموا على توب إكزرسيس في الفيزيك أي فلا شيمي. دونك توب إكزرسيس كاين في لا بلاتفورم أجيت فهم أكاديمي، بما أن الفروض قربات ديال الدورة الأولى وباغيين تبريباريو أون بون بريباراسيون وتخدموا لي بون إكزرسيس. دونك كنصحكم أنكم تدخلوا لا بلاتفورم أجيت فهم أكاديمي هنايا. فبطبيعة الحال لا بلاتفورم ففيها عدة مستويات بالنسبة للناس ديال التانية باك سيونس مات و سيونس بي سي، إذا ممكن أنهم يدخلوا هنايا سيونس مات أ إي بي، لأن الدروس تاع سيونس مات تقريبا هما الدروس ديال سيونس فيزيك. بالنسبة لل التانية باك كاين اختلاف في بعض الدروس اللي إلا كانت محذوفة بالنسبة لسيونس فيزيك، فبطبيعة الحال حنا راه كنذكروها. إذا ملي كتدخلوا لا بلاتفورم هنايا عندنا كاين الأستاذ زكريا بويشا بالنسبة للرياضيات. إذا إلا بغيتي تدخل توب إكزرسيس ديال الفيزيك كتدخل بروفيسور هنايا وكتدخل بروف علاء الدين. دونك تدخل كتلقى لي كور ديالنا هنا، لي زوند، لي باز دي شيمي، سويفي طومبوغيل، لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك اكسيتيرا. مثلا كتدخل لو كور ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف، إذا كتدخل لو كور ديال لي زوند ميكانيك بروغريسيف كتطلع لك هاد لاباج هادي. هنا كتلقى لو كور مسجل بالفيديو، ها هو لو كور محطوط بشكل مجاني، وعاد كتلقى لا سيري اون بي دي اف حتى هي، وكتلقى كيكو اكزرسيس بلا سوليسيون ديالهم اللي كتحطو بشكل مجاني، وكاينين التمارين اللي كتكون يعني خاصه بالناس اللي مشتركين في لا بلاتفورم. اذا كتدخل انت لو كور، دونك ها هو لو كور ديالنا، كتلقاه مشروح بلا فيديو يعني بيان ديتاي بيان اكسبليكي افيك لي زيكسبيريونس اي لي سيمولاسيون، يعني باش تفهم لو فينومين فيزيك، ويعني ما يبقاش عندك هذاك الشيء غير يعني ابستري، يعني كتتكلم على موجه كتعرف شنو هي موجه، لي تيب كتعرف، لي زيكزامبل اكسيتيرا. اذا بعد ما كتسالي لو كور، وبطبيعه الحال لو كور راه كيكون حتى في لاشين يوتيوب اجي تشام اكاديمي وحتى في لاباج فيسبوك، اذا ملي كتسالي لو كور كتدخل كتليشارجي لا سيري بي دي اف. لا سيري هادي ممكن انك يعني تدخل تبقى تشوفها هنا في لو سيت الا بغيتي تيليشارجيها. الا بغيتي تيليشارجيها فكتكليكي على هاد لو ليان هذا اللي بالاحمر، صافي اون فوا كتيليشارجيها كطلع لك لا سيري هنايا، هي هادي. دونك هاد لا سيري هادي فيها تمارين مختاره بعنايه اللي كضمن ليك واحد لاكرواسمون، يعني واحد تدرج في الصعوبه من الاسهل الى الاصعب، اللي فيه مختار بشكل جيد من امتحانات وطنية سيونس مات قديمة، من لي كونكور ديال لانسا انسام ميديسين اكسترا، حتى من المانيوال ديال 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 فرنسا، يعني كتاب مدرسي ديال دولة فرنسا اللي فيه هاد التمارين هادو. كتلاحظو هنايا دن لا سيري، هادو هما التمارين اكزارسيس بروباغاسيون دي نون دو لون دي كور دان روسور، لي باغامتر انفلونس سور لا سيريتي، لو سونار، لي زوند سيسميك، détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine, l'échogramme du cerveau, la chauve-souris, la sérilité des ondes dans le pétrole, la mesure de la vitesse d'écoulement dans l'eau dans une conduite. Donc, هاد التمارين هادو كتحاولوا معاهم، يعني بعد ما كتقراو لو كور كتحاولوا معاهم، كتحاولوا انكم يعني تخرجوهم. بطبيعة الحال غتلقاو بعض الصعوبات، ملي كتلقى بعض الصعوبات كترجع هنايا، كترجع لا بلاتفورم، كتدخل لي فيديو ديال التصحيح ديال التمارين، كتلقاني انا شارحهم هنا فيديو اون ديتاي، كتلقاو هنايا لا سوليسيون ديال لي زيكزارسيس. بطبيعة الحال كاينين بعض التمارين اللي هما يعني موجودين بشكل مجاني في لا بلاتفورم، يعني اي واحد ممكن يدخل واخا ما يكونش مسجل يدخل يتفرج فيهم. كاين بعض التمارين اللي هما خاصين بالناس اللي مشتركين في لا بلاتفورم، اذا بغى يشترك في لا بلاتفورم ما عليه الا انه يتكلم مع هذا الرقم هذا اللي كتلاحظوه هنايا في واتساب، رقم ديال الاستاذ زكريا بويشا، باش يعطيه لاكسي لا بلاتفورم ويستفد من هاد الفيديوهات هادو ديال 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 التمارين. اذا بنفس الطريقه يعني اللي درنا لا فيزيك فكتلقاو حتى لا شيمي. اذا كتلقى هنايا لو كور الاولاني ترانسفورماسيون لونتين ترانسفورماسيون رابيد سويفي تمبوريل دي ترانسفورماسيون شيميك، كتلقى لو كور طبيعة الحال ها هو لو كور، كتدخل كتفرج فيه بشكل مجاني، كتدخل كتيليشارجي تاني لا سيري سويفي تمبوريل دي رياكسيون شيميك.
دونك كتيليشارجيها، انا ديجا تيليشارجيتها هنا، دونك ممكن انك تامبريميها، كتلقى فيها لو ريزومي وكتلقى فيها حتى لي كيستيون يعني الاسئله، وكتلقى هنا التمارين ديفيرونت ميثود دو سويفي تومبوريل دي ترانسفورماسيون شيميك، كتلقى لو دوزاج يعني سويفي بار لافونسمون اكس بار لا كونتيتي دو ماتيير ان ديال لان دي رياكتيف ou لان دي برودوي، كتلقى حتى لا كونسونطراسيون ميزور ديال الكونسونطراسيون. هاد التمرين هذا ديال الدوزاج هنا لا كونتيتي دو ماتيير لا كونسونطراسيون ميزور ديال الكونسونطراسيون، هنا ميزور ديال لا بريسيون، التمارين ديال لا بريسيون كيلقاو معاهم التلاميذ يعني بعض المشاكل، الكونديكتونس ولا كونديكتيفيتي حتى هما درنا ليهم لا سوليسيون ديالهم هنايا في لا بلاتفورم، لا بريسيون سور لا بريسيون انيسيال بي سور بي زيرو، حتى كاين ان اكزرسيس ديال لابسوربونس يعني الميثود سبيكترو فوتوميتريك، طبيعة الحال كاين حتى التمرين ديال لا بريسيون ديجا درناه، كاين تمرين ديال الميزور دو فوليوم ديجاجي دان غاز. اذا هنا كتلاحظوا بانه يعني حاولت انني نجمع لكم جميع الحالات الممكنه اللي ممكن انكم تصادفوا معها في الفروض وحتى في الامتحانات وحتى في لي كونكور، من ممكن انكم تصادفوا مع هذا الشكل هذا ديال التمارين اللي قلت لكم مرتبه من الاسهل الى الاصعب، حتى لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك حتى هو الا دخلتو غادي تلقاو لو كور، غادي تلقاو لا سيري، غادي تلقاو التصحيح ديالها حتى هو قريب ان شاء الله. دونك ها هما لي زوند ميكانيك بروغريسيف بيريوديك، دائما كنقول لكم بان التمارين مرتبه من الاسهل الى الاصعب. وبعد يعني الناس اللي مشتركه في لا بلاتفورم فايضا ممكن انها تستفد من واحد المساله اللي هي ديال لا بريباراسيون دي كونترول، تم اللي كيقرب لو كونترول واحد السيمانه قبل فكنديروا اون بريباراسيون انتنسيف يعني مراجعه مكثفه. كيفاش كتكون هذه المراجعه هذه؟ كنعطيكم دي موديل ديال الفروض يعني فروض محروسه، كتدخل كتيليشارجيها كتامبريميها ولا كديرها عندك في البورطابل وكتبقى يعني تخدم بها، ها هي كتحاول معاها. طبيعه الحال الا كنتي خادم التمارين قبل فهاد الفروض هذه غتجيك يعني ساهله، غتلقى بعض المشاكل بسيطه جدا. كنحاولوا اننا ناخذوا واحد 3 موديل من 3 ديال لي موديل نتفقوا عليهم في لو جروب واتساب، ومن بعد كنحاولوا اننا نتلاقاو في زوم يعني في التطبيق ديال زوم، وكنحاولوا اننا نخرجوهم جماعه يعني بحال مجموعين في قسم وكل واحد في المنزل ديالو، وكنشاركوا يعني المعلومات كنشاركوا حتى الصعوبات اللي تلاقيتو بها وكل شيء. اذا هذا ما كان كيخص يعني الطريقه ديال العمل في لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي بالنسبه لماده الفيزياء والكيمياء. اذا نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه لا فيديو هذه وعرفتوا معلومات جديده على لا بلاتفورم. بطبيعه الحال كما قلت لكم اللي بغى يتسجل في لا بلاتفورم ما عليه الا انه يتكلم مع هذا الرقم خلال الواتساب، رقم ديال الاستاذ زكريا بويشه. اذا لا فيديو هنا وصلت للنهايه ديالها، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا كما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد بحول الله.